يخفي ممثل المسرح الصامت أو الميم أحمد ناصر وجهه تحت طبقة من الطلاء الأبيض ويقف بأحد شوارع القاهرة يوزع الكمامات ويوجه النصائح للأطفال العابرين أمامها. تحلق الأطفال القابعون في بيوتهم بسبب غلق مدارسهم أمام ناصر يتابعون بفضول طفولي عرضه الصحي بامتياز. نعرف الأطفال بمخاطر فيروس كورونا، تمام؟ علشان الأطفال هما معظمهم مش عنده أكاونت على الفيسبوك، معظمهم ما بيتفرجش على التلفزيون بشكل كويس أو هو أول ما بيجي الإعلان فبيقلب، فهو بالنسبة له مش فارق بالنسبة له اللي بيتقال. فدوري ان انا اعرفه ده، لان انا بالنسبه له عامل جذب، لان ده بطبيعه شغلي اللي هو الممثل بانتومايم. ظروف تفشي الوباء في مصر كانت سببا في توقف العروض الفنيه بالبلاد، لكن ناصر لم يقف مكتوف الايدي، بل سخر فنه لايصال رساله الى الاطفال وتبليغ المعلومات الصحيحه حول التدابير الوقائيه لتجنب الاصابه بالفيروسات، مستعينا بلغه الميم لتقديم عروضه الفنيه في زمن الكورونا.